تقريرنا السنوي شمل يعني على كثير من الملاحظات وكثير من الجوانب اللي رصدها الديوان، وأيضا هناك آلية لمتابعة هذه الملاحظات، وأيضا يعني أجد لزاما حقيقة علي الاستذكار الدور الكبير اللي تقوم فيه لجنة الميزانيات في مجلس الأمة، وهي محل تقدير واعتزاز من الأخوة رئيس وأعضاء اللجنة في متابعة العمل. وإحنا الآن على أهبة الاستعداد للاجتماع مع اللجنة لتداول هذا التقرير ومكوناته والعمل الجاد في كيفية الحد من تكرار مثل هذه الملاحظات. أنا أتلمس هناك بعض الجوانب الإيجابية من الأجهزة الحكومية، والبعض الآخر لا زال مكانك راوح، لكن نأمل حقيقة بدعم من أخ رئيس المجلس واسمه رئيس الوزراء أن تحظى المرحلة المقبلة بمزيد من التعاون ومن الدعم حتى يقوم الديوان في دوره المناط في عمليات الرقابة.